أحبتي صغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي. أحبتي الصغار، اليوم لدينا نص شعري بعنوان أغنية للغيمة البعيدة. إذا جميل، إذا قبل ما نبدأ الحصة ديالنا أحبتي الصغار، ما تنساو تشتركوا عندي في القناة، فعلوا زر الجرس، خليوا لي جيم هذا الفيديو هذا. كان عندكم شي اقتراح أو شي تساؤل فخليوه لي في بلاصة التعليق، فأنا أكيد كنقرا جميع التعليق ديالكم. إذا ولاحظوا وتوقع، أصف ما تعرضه الصورة. إذا الصورة هي هذه. إذا كما كتشوفوا معايا هنا عندنا صحراء أو واحة، إذا فيها بركة ماء صغيرة. إذا نلاحظ أن الجفاف يحوم حول هذه الواحة. إذا جميل، إذا أتوقع موضوع القصيدة من خلال الصورة والعنوان أغنية للغيمة البعيدة. إذا أتوقع أن النص سوف يتحدث عن واحة تنادي غيمة، إذا لتمد أرضها بقطرات المطر. إذا يمكن نكتب أحبتي الصغار في هذا الشكل هذا. إذا السؤال الأول، تعرض الصورة بركة ماء صغيرة في صحراء جافة. سؤال ثاني، أتوقع أن النص سوف يتحدث عن واحة تنادي غيمة لتمد أرضها بقطرات المطر. جميل، إذا أحسنتم. إذا دابا نمشيو نقراو هذا النص الشعري الجميل. إذا أحسنتم، إذا تقاطري تقاطري يا غيمتي البعيدة لكي تصير واحتي مخضرة سعيدة، الطير في سمائها محلقا يدور، يحط فوق روضها ليحضن الزهور، فيرسل الغناء للخير والنماء، تقاطري على الثرى لتضحك الزهور، وبعد طول جذبها ستثمر الحقول، تختال تحت شمسنا بوافر العطاء، وعند موسم الجنى تجود بالرخاء، تفيض بالغلال فتملأ السلل. جميل، إذا فهذا نص شعري جميل أحبتي الصغار. إذا دابا نمر إلى الصفحة الموالية باش نجاوبوا على الأسئلة. إذا عندنا السؤال الأول، أصغي إلى قراءة أستاذي وأستاذتي، أقرأ بطلاقة مع أصدقائي وصديقاتي، تقاطري تقاطري يا غيمتي البعيدة لكي تصير واحتي مخضرة سعيدة. إذا الواحة تكون في الصحراء، إذا دوك القرى الصغيرة اللي كيكونوا في الصحراء كنسميوها واحات أو واحة. جميل، إذا السؤال الأول، أضع خطا تحت مرادف كلمة تختال. إذا تختال فهي تتباهى، ليست تجود، ليست تمطر، ليست تعطي، وليست تختبئ، فهي تتباهى. إذا تتباهى مرادف كلمة تختال. أحسنتم، إذا السؤال الثاني كما قلنا، أحيط بخط الكلمة التي لا تنتمي إلى كل قائمة أو مجموعة. عندنا هذه القائمة هذه، تفيض هي تمتلئ، هي تتزايد لكن تتناقض، فضد هذه الكلمات. إذا ضد تتزايد، يعني هذه هي الكلمة الدخيلة أو الكلمة التي لا تنتمي إلى هذه المجموعة. عندنا جذبها، حرها، جفافها، يبسها. إذا يبسها هي مرادف جفافها، هي مرادف جذبها، لكن حرها غير ذلك، فهي إذا هي الكلمة التي لا تنتمي إلى هذه القائمة. عندنا كلمة تجود، تكرم، تجيد، تسخو. إذا الجود والكرم والسخاء فهي مرادفات، لكن تجيد فهي دخيلة على هذه الكلمات. أحسنتم أحبتي الصغار. إذا دابا نمشيو لي السؤال الموالي، أبحث عن شبكة مفردات كلمة العطاء. عندنا العطاء كتعني السخاء والكرم، التضامن كذلك، المساعدة، الجود. أعيد، السخاء، الكرم، التضامن، المساعدة، ثم الجود. السؤال الرابع، استعمل الكلمات في جمل. هذه الكلمات هذو، تحت، فوق، لكي، الثرى، ستثمر. جميل، إذا كنا نقولوا صغار الأعزاء بهذا الشكل، القط تحت المائدة، القط تحت المائدة، الكتب فوق الرف، الكتب فوق الرف، أجتهد لكي أنجح،
أجتهد لكي أنجح. بلل المطر الثرى، بلل المطر الثرى. ستثمر أشجار الخوخ، ستثمر أشجار الخوخ. أحسنتم. إذن الآن ننتقل إلى السؤال الموالي. إذن عندنا الواحة ذكرت، السماء ذكرت، الحقول ذكرت، النهر لم يذكر، الثرى ذكر، الروض لم يذكر. إذن جوج عندنا النهر ثم الثرى، النهر عفوا ثم الروض. إذا نشوف دابا السؤال الموالي. إذا السؤال الموالي يقول: أضع العلامة في أمام ما يريده الشاعر من الغيمة. إذا أن تحلق الطيور وتغني، صحيح. إذا أن تمتلئ الأنهار بالمياه، أن تمتلئ السلال بالخضر، إذا أن تتفتح الزهور وتزهر، أن تثمر الحقول وتنتج، علامة أن تخضر الواحة وتزهر، صحيح. جميل. إذا عندنا أن تمتلئ السلال كذلك. إذا جميل، أحسنتم. إذا نمشيو دابا للسؤال الموالي. أكمل كل مجموعة كلمات في الجدول الآتي بكلمة أخرى تشبهها في إيقاعها. المجموعة الأولى بعيدة سعيدة، المجموعة الثانية العطاء الرخاء الغناء النماء، المجموعة الثالثة يدور ظهور، المجموعة الرابعة الغلال السلال الحقول. جميل. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني. أحاكي، إذا أحاكي ما يلي: تقاطري تقاطري يا غيمة البعيدة لكي تصير واحتي مخضرة سعيدة. إذا يمكن نقول أحبتي الصغار: طيري طيري يا فراشتي الجميلة لكي تصير الزهور فواحة زكية. طيري طيري يا فراشتي الجميلة كي تصبح الزهور فواحة زكية. أحسنتم. إذا جميل. السؤال الموالي: ألخص القصيدة في سطرين. إذا تلخيص: إذا تقاطري يا غيمتي كي تصبح واحتي مخضرة، إذا يحلق الطير فوقها وتضحك الزهور وتثمر الحقول وتجود بالعطاء لتملأ السلال. أعيد: تقاطري يا غيمتي كي تصبح واحتي مخضرة، إذا يحلق الطير فوقها وتضحك الزهور وتثمر الحقول وتجود بالعطاء لتملأ السلال. أحسنتم. إذا السؤال الموالي: أذكر أشياء أخرى أخرى أطلبها من الغيمة البعيدة. إذا مثلا أحبتي الصغار، مثلا أطلب منها الاقتراب، أطلب منها أن تحجب الشمس أشعة الشمس الحارقة مثلا. إذا أطلب منها أن تحجب أشعة الشمس الحارقة، وأطلب منها الاقتراب أو أن ترطف الجو مثلا. السؤال الموالي: أحدد بيتا أعجبني في القصيدة وأعلل سبب إعجابي. إذا هنا عندنا: تقاطري على الثرى لتضحك الزهور. إذا أعجبني في البيت عبارة لتضحك الزهور، لأن الشاعر شبه تفتح الزهور بالضحك. أعيد: تقاطري على الثرى لتضحك الزهور. أعجبني في هذا البيت عبارة لتضحك الزهور، لأن الشاعر شبه تفتح الزهور بالضحك. إذا أحسنتم أحبتي الصغار، بهذا كنكون وصلنا لحصة اليوم. نتلقاو إن شاء الله في الحصة المجية. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.